احنا كرام نروحوا الان الى اهم جاءت به المواقع الالكترونيه. نبدا بالنهار اونلاين. قالت 500 الف منصب شاغر في الوظيف العمومي، وان بلغ عدد المناصب الشاغره على مستوى المديريه العامه للوظيف العمومي بمختلف القطاعات 378551 سنه 2016 مقارنه ب 371386 في 2015، حيث تم تسجيل اكبر نسبه من المناصب الشاغرة على مستوى قطاع التربية الوطنية ب 65866 منصب، متبوعة بقطاع التعليم العالي ب 19291 منصب شاغر. الجوانت كارت قالت الجرائم السيبرانية معالجت أكثر من 1100 حالة في عام 2018 على المستوى الوطني. وانكشف الرائد رمشية فريد بمناسبة تنظيم يوم تحسيسي لفائدة أطفال المدارس ببلدية بجد الجراح بالعاصمة أنه تم معالجة 1140 قضية متعلقة بالجريمة الإلكترونية منذ بداية شهر جانفي الماضي، منها 136 قضية خاصة بالأطفال، 30% من هذه القضايا تتعلق بالابتزاز والتشهير خاصة في حق فتيات. سبق براز قالت مجلس المحاسبة يكشف اختلاس الأندية المحترفة لمئة مليار. وانكشف تقرير مجلس المحاسبة الذي يحوز سبق براس نسخة منه استعمال غير مشروع لإعانة كرة القدم للهواة من خلال خروقاتها ووجود فارق يصل إلى حوالي 100 مليار سنتيم تم إنفاقه لأغراض أخرى غير الأغراض المخصصة لبرنامج كرة القدم للهواة. ومن الاستعمالات التي يذكرها التقرير لإعانة المقدمة لفائدة الأندية المحترفة، بالرغم أن هذه الأخيرة تتوفر على صندوق خاص بها يمكنها من الاستفادة من إعانات مالية متنوعة. المصدر ديزاد قالت الجزائر تدخل مزاد علني للحصول على وثائق للأمير عبد القادر بباريس. وإن تدخل الجزائر اليوم بباريس مزادا علنيا للحصول على وثائق تخص الأمير عبد القادر، حسب ما كشف عنه وزير الثقافة عز الدين ميوبي. وحسب تصريحات ميوبي فإن الحكومة دفعت مبالغ قيمة من أجل ذلك. الأنيوز قال طمار اقتراب موعد استلام جامع الجزائر. وإن أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد طمار أمس الثلاثاء أن إنجاز جامع الجزائر هو حاليا في مرحلته الأخيرة، حيث فاقت نسبة تقدم الأشغال به 90% ولم تتبقى سوى اللمسات الأخيرة.